إنهم مكتظون بلهب البرنش. إلى متى سيستمر هذا؟ أتينا من أجل المساعدة. فريق الإنقاذ. إياك أن تهور. إلا أن القلب يشتعل. التهام مباشر. منذ ظهورهم قبل 30 عاماً هاجت الحمم البركانية تحت الأرض. نحرقها لنعيش. حياته البرنش. أنت الذي يستحق الاحتراق. سوف أنهيك وأريح البشرية ميك. إنه يشعل بداخلي حماس الإطفاء. سأحمي هذه المدينة كما قمت أنت بحمايتي وسأضحي من أجلها. هل تعلم كيف ماتت؟ بسبب تجارب مؤسسة فورسايت. قالوا الشجاع قادم. لا تعبث معي. ميلانك ليست ساخنة علي أبدا. قالوا ثيموس ليو فوتيا، أريد منكما أن توقف كراي.